وسام. إعلان العلا حمل معاني عديدة، ليس فقط إعلان لقمة مجلس التعاون الخليجي، وليس فقط توثيقا لاتفاق سعودي قطري، وليس أيضا فقط إعلانا للمصالحة الخليجية بعد أزمة سنوات، إنما على ما يبدو هو إعلان لمرحلة جديدة في العلاقات الخليجية ومرحلة جديدة لمجلس التعاون الخليجي نفسه. المزيد في للخبر بقية. أهلا بكم. الأزمة الخليجية صارت جزءا من الماضي، خلاصة أكدت التوصل إليها بيانات قمة العلا وصورها. ولعل أبرز ما أحاطت به دلالات من بين تلك الصور مشهد استقبال وترحيب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي ترأس وفد بلاده في قمة جاءت بعد يوم من اتفاق قطري سعودي على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية. فأي شكل مستقبلي للعلاقات الخليجية الخليجية؟ وهل يعود مجلس التعاون مساحة لإدارة الخلافات وعقلانتها وفق محددات احترام السيادة ومواجهة التهديدات المشتركة؟ وما أنير أيضا بهذا الحلول مسار زمني لدول مجلس التعاون الخليجي بعد قطيعة نحو سنوات أربع. اتفاق قمة العلا لمن ارتضى يقول العارفون، تتصدره قطر لا قطيعة بعد اليوم، كذلك تنبئ أجواء القمة التي اجتمعت لها الجهود منذ سنوات. باتت ماضيا القطيعة الخليجية بعد هذه الجلسة، وما زال حاضرا التخوف السعودي من الدور الإيراني في المنطقة. اليوم ما أحوج أن نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التحديات التي يمثلها برنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريع التخريب الهادمة التي يتبناها وكلاءه في أنشطة الإرهابية والطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وهم تحت السقف ذاته قد لا يتقاسمون الموقف نفسه من إيران التي يسد بابهم دونها بعضهم، ويفتح نوافذ البيت الخليجي لها آخرون، ويشاركها اقتصاد البيت فصيل ثالث. رغم ذلك لا رجوع إلى ما قبل اتفاق العلا وفق المتابعين، ولا حديث عن شروط ظلت حبيسة أرقامها 13. كان موقف الدوحة ألا تمضي في المصالحة قبل فك قيود الحصار برا وبحرا وجوا، وكان لها ذلك. تعهدت بذلك الكويت وأثبتت أنها خير ضامن. نفتقد هذا العام قائدين. تمثل السعودية بقية الدول الخليجية وتنوب عنها في اتفاقها مع قطر، تقول الكويت وتؤكد. وقع هنا على اتفاق القمة، لا تعرف التفاصيل، لكن الخطوط العارضة تقول صلحا لا عداء، والتئاما لا انفصالا، وبحثا عن مصالح مشتركة لا سيرا عكس اتجاهات المجلس. تم اليوم بحكمة قيادات المجلس وأيضا الأشقاء في جمهورية مصر العربية هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية. المجلس الأربعيني شهد هزات كثيرة في تاريخه، قد تكون الأزمة الأخيرة أكبرها، والإقليم القريب والبعيد لا يهدأ سياسيا وعسكريا. وراء تلك الصورة الجماعية ملفات عالقة، يراهن بعض على أنها أصعب من أن يجبها اتفاق العلا، ويعاند آخرون إنما جرى في العلا أسقط أكبر الخلافات، وللجان الفنية مهمة تبطين أصغر العقبات. في الاتفاق الكبير مصالحة وتأسيس لمرحلة جديدة، وعلى أرض الخليج ما سيختبر صمود التوافقات الداخلية في زمن التقلبات الفجائية. نرحب الآن بضيفي من الكويت الدكتور عبد الله الشيجي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، ومن جدة الدكتور علي التواتي الكاتب والباحث السياسي، وسينضم إلينا لاحقا من الدوحة دكتور ماجد محمد الأنصاري رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية. أهلا بكما دكتور التواتي والدكتور الشيجي. أبدأ معك دكتور علي التواتي من جدة. من تقديرك بأن هل فعلا ما قبل قمة العلا ليس كما بعدها فيما يتعلق بالعلاقات الخليجية الخليجية بشكل خاص؟ هذا مؤكد. أنا أعتبرها قمة استعادة الذات. يعني إذا راجعنا بيان
نلاحظ أنه أكد على أمور كانت في الحقيقة مسلمات قبل المقاطعة في 2017، كنا متوقفين عند المستوى الثاني الضحي من التكامل الاقتصادي الإقليمي وهو الاتحاد الجمركي. كنا نأمل باستكمال الاتحاد الجمركي ومن بعده أن نفكر بالسوق العربية المشتركة المزمنة الحقيقة التي تعتبر منذ الستينات نتحدث عنها ولا نراها. تحدثنا أيضا عن التكامل الاقتصادي، تحدثنا عن أمور كثيرة كانت الحقيقة توقفنا عنده، يعني التاريخ توقف عند تاريخ المقاطعة من 2017. الآن استعادة القاعدة نفسها أهم من أي شيء آخر. إذا استعدنا القاعدة نفسها وصفيت القلوب يمكن البناء على هذه القاعدة. المؤسسات موجودة، الأنظمة موجودة، لكن حسن النية لم يكن متوفرا. بالتالي إذا حسنت النية وبنينا على ما كان، نحن متأخرون لا نعلم، يجب أن نعلم ذلك على الأقل 3 سنوات. يعني يكفي أننا نتخبط في البحث عن علاج لكورونا أو عن تحصيل لكورونا كل دولة. صحيح، وأنت تشير دكتور تواتي يعني كل الجوانب الاقتصادية التي تضمنها الإعلان اليوم، وسنتحدث عن هذا البعد الاقتصادي بالإضافة إلى البعد السياسي الذي كان واضحا في الإعلان. ولكن بالمعنى السياسي كان هناك تركيز من الجانب السعودي على أن ما حصل اليوم من إعلان لطي صفحة الخلاف الخليجي من اتفاق سعودي قطري هو ناتج عن إرادة سياسية سعودية جادة. هل يفهم من ذلك أنه بعيدا عن كل ما نعلم أو نوقش من ظروف سياسية دولية وإقليمية دفعت لتعزيز يعني التوصل إلى اتفاق الآن، هذه الرغبة السياسية السعودية ناتجة عن أنه هناك قناعة ربما أن طريقة الصدام التي اتبعت خلال السنوات الماضية غير مجدية، والحوار ربما هو الأجدى، وتفعيل مجلس التعاون الخليجي هو الأجدى؟ نعم، كلمتك هذه اختصرت مجمل القضية، أنه المملكة توصلت إلى قناعات بأنه هي عمود الخيمة وهي التي يجب أن تكون كما نقول من تمسك بالميزان بين دول مجلس التعاون وبين الدول العربية. المملكة الآن ترتفع بنفسها عن سياسة المحاور والتحالفات، وأعتقد أنها ستبدأ من مجلس التعاون بناء قاعدة للتحرك الأكبر وهو على مستوى جامعة الدول العربية. أعتقد أن المملكة لها دور في المستقبل كبير جدا، وأن هذه الدول الخليجية والدول العربية كلها تبارك هذا الدور وتريد من المملكة أن تقوم بهذا الدور. دكتور الشيجي، وهذا يقودني إلى نقطة يعني أريد أن أبدأ بها معك ونفصل لاحقا في النقاط الأخرى الناتجة عن هذه القمة، وهو ما يتعلق بأن كان هناك تركيز من بعض المتابعين لأن السعودية تقود الآن المصالحة مع قطر، ولكن بقية الأطراف العربية المعنية بالأزمة الخليجية توافق على مضض، ويعني هناك خشية ربما من أن يؤثر ذلك على ثبات هذه المصالحة. يعني هنا تعليقك على ذلك انطلاقا مما ذكره دكتور التواتي بأن السعودية تريد أن تكون عمود الخيمة الآن. يعني السعودية هي عمود الخيمة منذ قيام المجلس وليس الآن. السعودية هي اللاعب الرئيسي، هي 80% من مجلس التعاون الخليجي في تقريبا كل شيء، ولهذا السبب السعودية لديها مسؤولية كبيرة بأن تكون اللاعب الرئيسي، ولا يوجد خلاف على هذه النقطة. السؤال المهم، لماذا طالت الأزمة الخليجية؟ لماذا أحرقنا المراحل؟ لماذا لم نستفد من الدروس؟ لماذا فوتنا الفرص؟ ما هو الموقف الأمريكي؟ لماذا لم يكن يدعم بحماس وجدية الوساطة الكويتية؟ لماذا كان يتكسب ترامب؟
وما هو دور مجيء بايدن ليحرك هذه المياه الراكدة، خاصة عنده موقف مختلف كليا في مقاربته تجاه قضايا الشرق الأوسط والخليج العربي، وخاصة مع السعودية وكذلك إيران. هل هو هذا السبب الذي حرك؟ ما الذي تغير الآن؟ يعني قطر لم تتنازل عن أي من الشروط المطلوبة الـ13، شو اللي تغير؟ صحيح ما دكتور الذي شاجي، تغير؟ ولكن يعني دكتور تواتي أشار إلى الموقف نقطة قطر تغير؟ في هذا المجال، وربما هنا يعني تعاقب عليها للإجابة على السؤال الذي طرحته نظريا، وهو يقول بأن السعودية وصلت إلى قناعة بأنها تريد أن تبتعد عن سياسة المحاور، يعني كيف تترجم ذلك أو تفهمه؟ أنا أرى بأن السعودية خططت تخطيط استراتيجي مهم يحسب لها. هناك تغيرات جذرية في المنطقة، السعودية تريد أن تتخلص من الملفات التي تثقل كاهلها بما فيها المواجهة مع إيران، بما فيها الحرب في اليمن، بما فيها الأزمة الخليجية. وتصرف السعودية اليوم هو تصرف استراتيجي، قد لا يكون يتفق جميع الأطراف الأربعة مع السعودية في المصالحة مع قطر، ولكن هم الآن يعني السعودية تمثلهم، ولهذا السبب هم موجودين مع السعودية. ولكن التغير الرئيسي في اعتقادي الذي أفضى إلى ما أفضى إليه أننا بيدي لا بيد عمرو اتخذنا هذا القرار، لأن القادم هو أخطر. ترامب مودع خلال 14 يوم، أسبوعين بالضبط. بايدن آتي بفكر مختلف كليا، يريد أن يرى من السعودية مواقف مختلفة في اليمن، في حقوق الإنسان، في المصالحة الخليجية، في العلاقة مع إيران. نحن نطالب السعودية، واتفق أنا مع السعودية والإمارات في هذه النقطة، وطالبت فيها منذ 2015 أن يكون لنا، وهذا الخطأ الاستراتيجي اللي ارتكبته دول مجلس التعاون الخليجي في الاتفاق النووي بين الخمسة زائد واحد مع إيران في 2015، وافقنا على الاتفاق في قمة كامب ديفيد التي جمع الرئيس أوباما قادة دول المجلس ومن مثلهم، دون أن نعترض أو دون أن نطالب بأن يكون لنا رأي ولنا مقعد على طاولة الخمسة زائد واحد. وأنا طلبت زائد واحد، علينا أن يكون عندنا موقف خليجي جامع، وعلينا أن نواجه إيران بهذه الموقف الجامع، لا أن يكون عندنا ثلاث مواقف كما هو الحال، خاصة أن بايدن سيعود وينظر في إحياء الاتفاق النووي بشكل مختلف قد يكون. وهني أنهي بهذه الجملة، يجب أن نضمن فيها شيئين: أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار اللي تكلم عنها، وملفها النووي اللي تكلم عنها اليوم بشكل واضح ولي صحيح. العهد السعودي اللي رئيس القمة، وكذلك برنامجها الصاروخي، وكذلك ما نراه نحن بالأنشطة إيران التي تزعزع أمننا واستقرارنا تمام. وتدخلها في منطقتنا. فهي لازم نكون موحدين على الأقل حتى نستطيع أن نقول تمام، للطرف وهذا يعني الآخر بكل صراحة، سنتحدث عنه، نحن كيف نمثل يمكن مجلس دكتور التعاون ورئيس الشاجي المجلس. الموائمة والموافقة بين الموقف الموحد وأيضا يعني مصالح كل دولة خليجية؟ دعني هنا أرحب بانضمام دكتور ماجد الأنصاري رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية معنا من الدوحة. ويعني قبل أن أسألك للتعقيب على هذه النقطة، وهي نقطة مهمة سنسمع أيضا رأي دكتور تواتي بها، هل ما يفهم اليوم من تركيز في الكلمات التي سمعناها وإعلان العلا بأنه سيكون هناك قفز لإتمام العلاقات شاملة ربما الاقتصادية بشكل أساسي من تعزيز للتعاون بها وشيء من العلاقات الدبلوماسية السياسية، ولكن يعني هذا قبل البدء بالحديث عن النقاط التي فيها تباينات، وهي نقاط ربما أكثر من تباينات خلافية ضمن خارطة طريق معينة؟ يعني أنا أعتقد حقيقة نجدة أنه طبعا اولا مرحبا بك أهلا وبضيوفك بك. الكرام، خاصه الدكتور عبد الله الشاجي الذي ازاحمه الشاشه منذ يوم امس على كل القنوات. حقيقه يعني منذ اليوم الاول للحديث عن جهود المصالحه كان هناك دائما تساؤل موجود، هو على اي اطار وفي اي اطار يتم ذلك. انا اعتقد ان اجابه على سؤالك، هناك مسألة دقيقة جدا فيما يتعلق بتحقيق هذه المصالحة وتجاوزها، وهو أن يكون ذلك في إطار إعادة ترتيب للبيت الداخلي في مجلس التعاون الخليجي. في قمة مكة الأخيرة كان البيان الختامي حقيقة مفاجئا بالنسبة للشعوب الخليجية، لأنه تضمن الحديث عن عدد كبير من الآليات وتفعيلها والمشاريع والمبادرات التي تأتي في إطار الوحدة الخليجية، على الرغم من وجود الأزمة الخليجية ووجود هذه القطيعة
بين الدول الخليجية وعلى الأقل 4 دول خليجية. ولكن في هذه القمة اليوم هناك صورة مختلفة. اليوم هذه الإجراءات مشفوعة باتفاق العلا، مشفوعة بتصريح واضح جدا من سمو وزير الخارجية السعودي الذي قال فيها أنه طويت صفحة الخلاف وأنه سيتم العودة بالعلاقات إلى حالتها الطبيعية، بمعنى العلاقات الدبلوماسية وفتح الحدود وفتح الأجواء سيعود إلى حالته الطبيعية، حالة ما قبل 5 يونيو 2017. وهذا يضع لنا أرضية أولا للحوار ولمناقشة وإدارة الخلافات التي تحدث عنها ضيوفك الكرام، ولكن أيضا يضع أرضية أخرى وهي أرضية إعادة تفعيل آليات مجلس التعاون الخليجي. والحقيقة هي أنه الخلافات هذه ستظل موجودة، والمهم هو أن يكون هناك طريقة لإدارتها وأن يكون هناك زيادة في درجة التفاعل الإيجابي بين دول الخليج. الاتحاد الأوروبي عندما نجح بسبب اتحاد الفحم والحديد الذي كان في الحقيقة اتفاقا اقتصاديا في تجنب الخلافات السياسية أو في إدارة الخلافات السياسية. إلى اليوم في الاتحاد الأوروبي هناك خلافات سياسية، ولكن القضية هي أن نعود إلى طاولة الحوار، لا لغة الإملاءات بل لغة الأشقاء ولغة التعاون المشترك والمصالح المتبادلة مع احترام السيادة الوطنية لكل دولة. دكتور تواتي، إذن انطلاقا من هذا الكلام، هناك يعني وبالعودة لما ورد في إعلان العلا تركيز على مجلس التعاون الخليجي ككيان اقتصادي، كان هناك الكثير من الإشارات للمواطنة الاقتصادية ول يعني تفعيل هذا التعاون الاقتصادي والوحدة الاقتصادية بين الدول الخليجية. ولكن نقطة مهمة أشار إليها دكتور الأنصاري، وهي يعني جعل مجلس التعاون الخليجي هو المكان الذي تتحاور فيه هذه الدول الأعضاء بخلافاتها واختلافاتها على المواقف السياسية والمشاريع السياسية. ولكن كيف يمكن ذلك في وقت نسمع من الجانب السعودي اليوم بشكل واضح ضرورة التوحد أو الاتحاد بموقف واضح من قضايا أساسية وكانت ربما هي أساسية في بدء هذه الأزمة؟ الحقيقة أن مجلس التعاون نجح منذ إنشائه أن يكون بوتقة لحل الخلافات ودفن الخلافات في بعض الأوقات. لم نكن متوافقين على الحدود في البدايات، لم نكن متوافقين اقتصاديا ولا سياسيا في الكثير من الأمور، ولكن كان المجلس يدفن هذه الجوانب السلبية ولا يبرز إلا الجوانب الإيجابية. حتى حصلت المقاطعة في 2017، حينها بدأت الملفات تتفجر في كل اتجاه، وهذا ما كان يجب أن يكون أولا. ثانيا، إذا استطعنا أن نقوم بما قام به الزعماء الآباء الذين أنشأوا هذا المجلس وركزنا على الغاية الأساسية منه، وهي أن يكون بوتقة لحل الخلافات ومثل ما تفضل الدكتور الأنصاري لإدارة الخلافات وأيضا لدفن الخلافات، أعتقد أنه الاتحاد الأوروبي كما تفضل بينهم خلافات، بينهم مصنع الحداد، ولكن لا نرى ذلك على السطح. نرى دولا متفاهمة، دولا تكتلت على جزيرة ليس فيها إلا ماعز على شاطئ المغرب، تكتلت كلها خلف أسبانيا. هذا هو التجمع الإقليمي. التجمع الإقليمي يجب أن يكون بوتقة للعمل الجماعي ولإصلاح الخلافات البينية والبناء للتقدم الأمام. كل شيء مكتمل، البنية العسكرية، البنية السياسية، البنية الاجتماعية، البنية الاقتصادية، على الورق كل شيء مكتمل، المؤسسات موجودة، المباني موجودة، الموظفين موجودين، كل ما نحتاجه. المطلوب هو تنفيذ هذه الرغبة وهذه الإرادة كما يعني جاء على لسان المسؤولين اليوم. دكتور الشايجي، وأنت كنت تشير إلى يعني أولويات السعودية اليوم أو أولويات المنطقة، وبالإشارة يعني الواضحة كانت اليوم من ولي العهد السعودي للموقف من إيران،
كيف يمكن صياغة موقف استراتيجي واضح كما وصفته السعودية، ولكن مع الحفاظ على مواقف الدول أو مصالحها لكل دولة ما بصياغة علاقاتها، من دون أن يكون هناك تأثير على ما وصف بالاستراتيجية الأمنية الموحدة، أو يعني عدم السماح بتهديد أمن الدول الخليجية كلها؟ يعني هذا سؤال مهم، وهذا بيت القصيد. أنا في اعتقادي أن ليس لدينا موقف استراتيجي موحد في دول مثل التعاون الخليجي حتى قبل الأزمة الخليجية الراهنة التي نأمل أن تكون طويت، لأن لا يزال يوجد فيها يعني ألغام. يعني إلى الآن لم نحل إحنا الأزمة. يعني ما شاهدناه اليوم هو عمل مطلوب ويعني يمكن أن يؤسس لما بعده، ولكن هناك ملفات لا تزال عالقة. ما هو الموقف من تركيا لدول مجلس التعاون الخليجي؟ ما هو الموقف من إيران؟ ما هو الموقف من الأخوان المسلمين؟ ما هي المواقف النقاط الـ13 التي ذكرت، الجزيرة ومنصات قطر والإعلام والتراشق الإعلامي؟ هذا الحمد لله تراجع، ولكن لا نضعه تحت الطاولة أو تحت السجادة ونقول خلاص انتهت الأمور وعفى الله عما مضى ونفتح صفحة جديدة. لا تزال هناك ترسبات علينا العمل عليها لنؤسس مجلس تعاون خليجي فيه بعد أمني واستراتيجي. إلى الآن ما عندنا موقف من إيران، عندنا موقف الصقور. طب دعني هنا إذا دكتور الشايجي أسمع من دكتور الأنصاري. مجلس تعاون ضعيف أن يكون عندنا موقف موحد من إيران التي الآن رفعت من تخصيب اليورانيوم إلى 20% في أكبر حرب في الاتفاق النووي أمس. واضح دكتور الشايجي. أريد أن أستفيد من الدقائق نتعامل مع إيران المتبقية في الحلقة. دكتور الأنصاري، كيف يمكن إذا نزع هذه الألغام؟ كيف يمكن تطبيق عنوان القمة، المصارحة والمصالحة، بمنطق أنه لا غالب ولا مهزوم ومن دون شروط، ولكن على أي أسس؟ هو بلا شك طبعا أنه في الأزمة كان الكل خاسر، وفي الوصول إلى حل هذه الأزمة الكل يكون فائزا أو كاسبا. ولكن عندما نتحدث عن الخلافات الحقيقية بين الدول الخليجية، فنحن في بعض الملفات حقيقة لابد من تفكيكها بشكل واضح. مثلا في العلاقة مع إيران، ألا أعتقد أن الخلاف هو حول الموقف من التدخلات الإيرانية في المنطقة. قطر مثلا وقفت داعمة للثورة السورية في مواجهة التدخل الإيراني هناك. القضية هي في التعاطي مع الملف الإيراني، هل نقوم كما قال أو يقول دائما دكتور عبد الله الشايجي، هل نأخذ موقف الصقور الذي يقول بمواجهة مباشرة مع إيران، أم نأخذ موقف أكثر ليونة وأكثر مرونة مثل موقف عمان وقطر والكويت الذي يفضي إلى تعامل مع طهران ومحاولة الوصول إلى أرضية مشتركة مع طهران وإيقاف تدخلاتها في المنطقة عبر التفاعل الإيجابي معها؟ أعتقد هذا هو الخلاف، هو خلاف التعاطي. ولكن المهم اليوم هو وجود أرضية للحوار. مشكلة القطيعة السياسية ومشكلة الحصار الذي كان مفروضا على قطر هو أنه يصعد هذه الخلافات السياسية في قضايا إقليمية بعيدة عن الخليج أو بعيدة عن حدود دول الخليج بشكل مباشر، ويحولها إلى قضايا ثنائية بين هذه الدول. اليوم هناك أرضية، هناك بيئة جديدة، هناك علاقة جديدة يمكن من خلالها بحث هذه الملفات، إدارة هذه الملفات، والتحول بها من كونها خلافات تؤثر على العلاقات الثنائية بشكل مباشر إلى خلافات يمكن إدارتها في منظومة البيت الخليجي. حقيقة نحن متفائلين، ولكننا متفائلين بحذر شديد، لأن الإحباطات التي واجهناها خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بجهود المصالحة لم تكن بسيطة. وهنا نستذكر حقيقة سمو أمير الراحل الأمير الكويت شيخ صباح الأحمد جابر الصباح، الذي حقيقة يمكن له القطريون والخليجيون بشكل عام كل تقدير رحمه الله بما قام به من جهود للوصول لهذه المرحلة، لأن كان هناك جهود مضنية لتحويل الوساطة إلى جهد ناجح والوصول إلى أن تكون هذه الأرضية هي أرضية مناسبة اليوم مع القادة، ومن خلال ما رأيناه من مشاهد في قمة اليوم. وهذا يعني يعيدنا إلى السؤال دكتور علي تواتي، سؤال كلاسيكي ولكنه يعني مهم أيضا، فكرة الضمانات. إن كان هناك تفاؤل في السعودية وتفاؤل حذر في قطر، كيف يعني يمكن ضمان نجاح هذه الأرضية الآن التي وجدت من خلال خطوات عملية، غير فكرة أن هناك إرادة سياسية سعودية وقطرية لإنجازها؟ اللقاء الذي عقد ثنائي بين سمو ولي العهد وسمو أمير قطر، هذا أنا أرى أنه أولى الخطوات. مثل هذه الخطوات مع فتح الحدود
مع تبادل العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع شعور كل بلد أنه يدعم الآخر. هذه تحتاج إلى وقت، ولا أعتقد أنه مع حسن النية، إلا أنه الأميرين قادرين على أن يسرعان من الخطوات في سبيل استعادة العلاقات كاملة بكل نواحيها، استعادة العلاقات الاقتصادية، التجارية، السياسية، الاجتماعية وهي الأهم، أيضا ما تقوم به المملكة من توثيق العلاقات مع قطر هو في الحقيقة ينعكس على توثيق العلاقات على مستوى مجلس التعاون. بإمكان المملكة أن تقوم بأدوار إيجابية الآن بين دول المجلس نفسه، بإمكان المملكة أن تسهم في إعداد نعم. استراتيجية خليجية تجاه المخاطر تمام. التي تهدد الآن. بإمكان المملكة أن تستفيد من علاقات قطر والكويت وعمان في فتح مسارات للتفاوض سواء مع إيران أو مع تركيا في سبيل إيجاد حلول إقليمية على مستوى إيجابي تخدم كل الأطراف. تمام دكتور الشيجي، في الختام، إلى أي درجة مهم أن يبقى الدور الكويتي في هذه المرحلة ليعني نجاح ما تحقق واستكماله؟ يعني الكويت امتهنت منذ العصر الذهبي للدبلوماسية الكويتية في الستينات السبعينيات إلى والثمانينيات، دبلوماسية الوساطة والتدخل الحميد، وما ما الكويت لديها أجندة وهي مقبولة كطرف محايد ومقبول وعنده أفكار وعنده مبادرات وعنده نفس طويل وعنده أيضا قبول من ليس فقط الدول الأطراف الأزمة، ولكن أيضا على المستوى الإقليمي والعربي والدولي. الجميع ينظر إلى دور الكويت، حتى يعني الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، أشادت بالوساطة الكويتية، الميديشن أفورت للكويت، وكذلك الدعم الأمريكي. ولكن أيضا الوساطة لا يمكنها أن يعني تنجح دون أن يكون عند الأطراف المعنية أو المتنازعة نعم الرغبة الجادة بالتعاون وتقديم تنازلات. وهذا الذي تم، ولهذا السبب نجحت هذه الوساطة في وقف النزف، يعني هذا مهم جدا. وهني ليس دور من انتصر ومن انهزم، هذا ليس وقته، لا يوجد كاسب ومنتصر في هذه الأزمة. جميعنا نزفنا وجميعنا عانينا وجميعنا ضعفنا، حتى الكويت وعمان اللتان لم يكونا طرفا مباشرا في الأزمة. وهنا السؤال المهم الذي يطرحه الكويت ويطرحه الجميع، ما هي الدروس والعبر التي نخرج منها من هذه الأزمة، وكيف نتجنب أزمة قادمة؟ وأتمنى أن يكون في آلية فض النزاعات الموجودة أن يفعل دور لجنة فض النزاعات الموجودة في ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا سمح الله في المستقبل إذا صار نعم في دكتور شيجي، أزمة وعلى ما يبدو بالفعل تكون هذه عابرة النقطة هي وتحل مطروحة ضمن ضمن مجلس التعاون النقاط والدول الأطراف. التي ستتناولها اللجان أو ضمن خارطة الطريق كما هو بات يعني متداولا. شكرا جزيلا لك لمشاركتك. شكرا للدكتور محمد ماجد محمد الأنصاري، رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، وأيضا أشكر من جد دكتور علي تواتي الكاتب والباحث السياسي، وشكرا لك دكتور عبد الله الشيجي من الكويت. شكرا جزيلا لك مشاهدينا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.